هسه رحلة جميلة اليوم يوم 6/2/2021 في أحد الغابات للبحث عن الكنز المفقود. احنا دنشم اكو أشياء غريبة عجيبة هنا. لهذا اليوم طلعنا بأجهزة البحث مالتنا وعندنا الخرائط التي تحدد لنا أماكن الذهب إن شاء الله. وصلنا غريبة، وصلنا إلى شجرة غريبة عجيبة، سبحان الله. هاي الشجرة كلش كبيرة بالعمر، ومن كبرها جزء من عندها متفتفت وواقع. نبدي هنا البحث، خلوكم وياي ونشوف شنو تطلع نتائج البحث. اليوم يوم حظمة، اليوم الياس النجم ماتك نجمك عالي، اليوم زحل والمشتري مجتمعين مع بعض، وبجنبهم كوكب الزهرة. الياس داير مدار هاي الشجرة العملاقة. زمان الفايكنج كان يضمون اشياء داير، لا مو فوقها بابا، داير مدايرها. نسمع سمعت فد شي؟ ها؟ كان هاي. اوكي. هذا تشيك الباكيت هنا. القمح الجينات. هذا رئيس الخبير العالمي إنياس مع جولة سياحية جميلة. ماكو شيء؟ لا بالشجر ماكو شيء، بس إذا شفت اكو ثقوب بالشجر، ثقوب كبيرة مال السناجب أو مال الأرانب. ماكو شيء؟ يلا ياس وينك عندك؟ وين؟ نشوف الجهاز؟ نعم خلينا نشوف هنا شو يطلع. اخر هاي. قاعد جامد من ورا الثلج. انا همين. حديدة. وين؟ لا حط الجهاز. ناين هنا قريب يمك، هنا قريب يمك. اوف هاي حديده كبيره. لا خش بعد، حط الجهاز جس، حط الجهاز. ناي قريب يمي. ها نعم واخر. لا مو هاي، هاي خشبة كانت، بس اكو جواها فتشي ديدق عليه الجهاز. يو تخيت فشي يعني. حط الجهاز هنا ياس، هنا. هاي جزء مال جرة قديمة، بس هذا الجهاز ما له دخل بيها. ها ليش ناوي اشر؟ لا هاي الخشبة. ها خشبة؟ خشبة طويلة مال الشجرة. هنا حط هنا شوف. لا هنا وين بدك تحط؟ وين بدك؟ نانا حطيتها يدك ونانا هم يدك. هاي مو خشبة يمكن. اي فشي. حيدر في البلاد. هياتها طلعت. هياتها الياس هاي. هاي؟ حطها بالقاع. اي شنو هاي؟ هاي اشوف فرها هم اكو بعد شغل واضح. اي هم اكو
هي اشياء حضاره قديمه. شوف هاي هي هاي حدائق. السلام عليكم. طبعا شوفوا الجميل في الامر، شوفوا شنو طلع عندنا هنا بالجهاز. حط الجهاز ما معلوك طبعا. تصور شوف شنو طلع عندنا. صورة واضحة؟ ايه واضحة. معقول؟ ما اعرف. تصور جاسم من اطلعه ما اعرف شنو هو، يا ماعون يا جدرية. بعد نطبخ بيها حتى ننكسر ان شاء الله. مليانة بالذهب. هاي عزيزي المشاهد تصوير حي، تصوير حي. تصوير حي. فين حلوة. شنو هاي؟ مو ماعون، ما اعرف شنو هو، لكن هذا الجهاز اكتشفنا اياه في هذه المنطقة. هذا يجي يحطوا كبوس على الراس يا اما كاميرا. انا اشوف يمكن اكو بعد. لا بعد ماكو. جاب لي ورا. نعم اوكي ماكو. طب دق الجهاز شوف شنو هاي. دق ماي ناي بنت ناي ناي ناي. يو مكتوب بها عليها كتابة. ناخذها ويانا وخلنا نظفها بالبيت. لقينا فد شي يدق عليه الجهاز. الياس حول الجهاز. تصور على عمق تقريبا تقريبا يعني 12 سنتي من المعدن، وعليها كتابة. ما بين وين كتابة، ما نعرف نوعية المعدن. يلا